أهلا بيكو، دي المحاضرة السادسة في الكورس بتاعنا، كورس How to Manage Stress و How to Be Happier. الحقيقة الكورس ده أرجو إن أنتوا تكونوا مستمتعين بيه لغاية دلوقتي. إحنا اتكلمنا فيه عن أعراض الاسترس، واتكلمنا بعد أعراض الاسترس على بعض الأفكار اللي ممكن نتعامل بيها مع الظروف اللي حوالينا اللي بتولد ضغوط حوالينا وبتولد لنا إجهادات في حياتنا. وبعد كده تعرضنا لبعض اللايف ستايل كونديشنز أو طريقة حياتنا ممكن فعلا تكون بتولد استرس إزاي، وبرضه اتكلمنا على بعض الخطط الصغيرة كده ازاي ممكن تتغلب على بعض اللايف ستايل بروبلمز. المفروض النهاردة ان شاء الله هنيجي لموضوع ظريف جدا، وهو الموضوع اللي بيتكلم عن ازاي الاسترسز بتأثر علينا، وايه اللي بيحصل في مخنا بالذات لما بنتعرض للضغوط. الحقيقة المحاضرة دي مبنية على شغل أو كتاب لحاجة جميل جدا لواحد اسمه ديفيد روك. ديفيد روك عمل الكتاب بتاعه Your Brain at Work علشان يحاول يفهم الناس اللي مش متخصصة في مجال السيكولوجي ولا مجال النيورولوجي إزاي مخنا بيشتغل، وإزاي ممكن نحسن أدائنا مع نفسنا ومع الناس في أثناء شغلنا. أنا أنصح جدا بإنك تتفرج على آسف إنك تقرأ الكتاب ده أو تسمعه. وفي أنا كان في محاضرة عاملها قبل كده كاملة أطول من كده شوية عن الكتاب، فلو تحب تشوفها أرجو إنك تستفيد بيها إن شاء الله. طيب نرجع بقى، إيه اللي يهمنا من الكتاب بتاع ديفيد روك؟ أولا خلينا نبص على المخ. المخ كعضو من أعضاء الجسم موجود في الجمجمة، أعتقد مش محتاجة نعرفكم كده، بيمثل وزنه حوالي 2% من وزن الجسم. يعني أنت لو وزنك 75 كيلو يبقى وزن مخك حوالي 2 كيلو، آسف، كيلو ونص. ال 2% دي بتستهلك 20% من الطاقة بتاعة الجسم. مخك لوحده بياخد خمس طاقة جسمك، خلاص؟ ده قاعد يحرق طول الوقت، قاعد يستهلك في طاقة جسمك طول الوقت، بس ربنا خلقه كده علشان هو ده اللي بينظم العمل في بقية الجسم. المهم إن المخ ده فيه جزء قدام هنا اسمه البريفرونتال كورتكس، ممكن نعرفه باسم الناصية، الجزء اللي قدام في مقدمة المخ هنا، وهي طبقة رقيقة حوالين الجسم. ربنا خالق الحتة دي بتشتغل تحت ظروف معينة، هي دي يمكن الحتة اللي عندنا في مخنا بتميزنا عن كتير من مخلوقات ربنا التانية. الجزء ده من المخ هو اللي فيه ما يسمى بالعمليات العليا للمخ، بنعمل فيه الحاجات اللي بتميزنا فعلا كبشر. من الحاجات المهمة اللي بتتعمل في البريفرونتال كورتكس هو التخطيط، الكرياتيفيتي، انك تنوفيت حاجات جديدة، انك تاخد ديسيجنز وتقارن حاجة بحاجة وتقول دي احسن من دي. ده بيخلي الجزء ده جزء البريفرونتال كورتكس يشتغل اكتر. برضو البريفرونتال كورتكس بيساعدنا على ان احنا نعمل عمليات الاستذكار وتخزين المعلومات في المخ. واهم يمكن حاجه موجوده في البريفرونتال كورتكس، اهم حاجه من وجهه نظري، هي الانهبيشن. لما بتجيلنا افكار او بنبقى عندنا رغبه في ان احنا نعمل حاجه، بس الحاجه دي احنا عارفين انها ممكن تضرنا او تضر اللي حوالينا او تدخلنا في مواقف مش كويسه، اللي بيحصل ان في جزء في البريفرونتال كورتكس بيعمل عمليه الفلتر ده، يوقفك عن انك تعمل الحاجات اللي مش كويسه. المهم ان الجزء ده بالتالي بيعمل عمليات مهمه جدا في حياتنا. وزي ما قلت في الأول، مخك بشكل عام بيستهلك كمية كبيرة جدا من الطاقة مقارنة ببقية الجسم، مقارنة بوزنه. البريفرونتال كورتكس كمان الناصية دي
الحقيقة هي يعني محرقة للطاقة، بتاخد هي معدلات استهلاك الطاقة فيها أعلى من حتت كتير تانية، إن لم يكن أعلى من كل حتة تانية في المخ. ليه أنا بقول بقى الحتة دي؟ بقول الحتة دي لأن الحقيقة أول حاجة بتتأثر في جسمك لما جسمك ما يكونش فيه طاقة كفاية هي مخك على طول، أول حاجة تتأثر. وأول حاجة في المخ تتأثر جامد بإن ما فيش طاقة في جسمك هتبقى إيه؟ البريفرونتال كورتكس. فأنت بتجيب الطاقة دي منين؟ بتجيب الطاقة دي من خلال الجلوكوز اللي بتاخده في جسمك، بتاخده عن طريق حاجات مسكرة بشكل عام، أو عن طريق الحاجات اللي فيها النشويات الكربوهيدرات في البقوليات أو في العيش أو وبتجيبه ساعات من إن أنت تحرق الفات اللي مخزنه في جسمك. بس أنت لو وصلت لإنك بتحرق الفات اللي في جسمك يبقى أنت أوريدي الجلوكوز عندك منخفض، وبالتالي شغل المخ هنا ما بيبقاش بدرجة الكافية، ومن هنا بنبتدي نتصرف تصرفات مش كويسة، أو ممكن تصرفات بلاش مش كويسة بس فيها شيء من الاندفاع. ليه؟ لأن الانهبيشن مش شغال، البلاننج مش واضح كويس، بترجع من الشغل يسألوك في البيت تتغدى ايه، تقول لهم مش عارف اي حاجة، صح؟ لأن انت ما عندكش طاقة تاخد ديسيجن. المهم فاحنا لازم ناخد بالنا من موضوع البريفرونتال كورتكس ده، وان هي محتاجه شويه سكر لما نبقى عايزين نشتغل كويس، تاخد شويه سكر من خلال عصير، من خلال حاجه ساقعه، من خلال حاجه حلويات، لكن لما تحس ان انت عايز تعمل اداء عقلي في مجهود عقلي هتعمله فيه، يبقى على طول دور على الجلوكوز الأول عشان مخك يبقى جاهز وتقدر تشتغل كويس. فإذا كانت هي البريفرونتال كورتكس دي بتحتاج لجلوكوز كتير، ففي الحقيقة مشكلة تانية كمان في مخنا لما بنتعرض لضغوط أو بنتعرض لمخاطر. الحقيقة الضغوط والمخاطر دي بتخلي البريفرونتال كورتكس حتى لو احتياجاتها من الجلوكوز متوفرة ممكن تقف على جنب، وتدي فرصة لجزء تاني أو أجزاء تانية من الجسم من العقل اسمها الليمبك سيستم. تعالوا نشوف مع بعض إن شاء الله في الفيديو الجاي الليمبك سيستم ده لازمته إيه وبيعمل إيه وتأثيره على تصرفاتنا إيه، وأحكي لكم يمكن حدوتة حصلت لي، أرجو أنها تعجبكم، كوميدية حبتين بس إن شاء الله تكون مفيدة لينا كلنا. نشوفكم الفيديو الجاي بإذن الله.